ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ واخبار الثانويه العامه معاكم ايه؟ والضغط العصبي اللي بيمارسه الاباء طول الوقت على الاولاد اخباره ايه؟ ضغطتوا على عيالكم كويس؟ يعني طلعتوا عينيهم؟ جبتوا لهم اكتئاب واحباط وتوتر؟ سيبوا العيال في حالها. سيبوا العيال في حالها. بس في حاجه بقى متعلقه بالثانويه العامه انا طول عمري كان نفسي اعرفها من وانا في ثانويه عامه. والورق بتصحح ازاي؟ بكلمك بأمانة، طول عمري نفسي أعرف هذا الكم المهول. على أيامي طبعا كانت بتبقى الحكاية صعبة خالص قوي جدا، لأنه ما كانش فيه بقى الحاجات الجديدة زي بابل شيت ومالتيبل تشويس ومش عارف، ما كانش موجود الكلام ده. اكتب. فكنا دايما نقعد نتساءل هو ده بيصحح ازاي؟ بيصحح ازاي؟ طيب خليني هنا أتوجه بالسؤال بعد كل الترحيب بدكتور سعاد صابر الخبير التربوي. ازيك يا دكتور سعاد؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. بدات بقى الثانويه العامه وما الى ذلك، ودايما يبقى في اسئله، بس انا بسال السؤال ده بقالي دلوقتي يجي 31 سنه. هو التصحيح ازاي؟ التصحيح ازاي؟ ايوه. احنا عندنا نوعين من الاسئله السنه دي، مختلف عن السنين اللي فاتت، ان عندنا الورقه بتاعت الورقه الامتحانيه الامتحانات مقاليه بنسبه 15% و85% زي السنين اللي فاتت اللي هي البوكلت اللي هي ام سي كيو امتحان الاختبار المتعدد. حلو جدا. بنصحح ازاي؟ بنصحح نوعين من الاسئله، اللي هو 100% الي على الكمبيوتر اللي هو الامتحانات اللي هي البوكلت. وال 15% بتكون بالمدرسين اللي هي بيدويه على الترابيزه ويقعد فيها المدرسين ويصححوا، وبعد كده بيخش في كنترول ويعمل يضاف ال 85% على 15% ويديك الدرجه الكامله. كويس جدا. طب سؤال برضه يا دكتور سعيد، يعني المصحح بيقعد في الحكايه بقى بتاعه الاسئله المقاليه دي يقرا كل اللي مكتوب في الورقه ويدققه تدقيقا كاملا؟ تدقيقا كاملا. تدقيقا كاملا. نعم. وكمان علي المشرف عليه رئيس الترابيزه الكبيره بيبقى يراجع فني، يعني نفسه هو متخصص زيه زيه، والغلطه كمان بيبقى في مشكله كبيره جوه المكان اذا لحقناها لا قدر الله، وبعد كده يرجع كله اجمالي مع الدرجات وكده تمام، وبعد كده يروح للكنترول بقى الرئيسي برضه يراجع تاني على الاجمالي بتاع الدرجات بتاع الطالب، وخلاص تمام بيرجع بقى للكنترول الرئيسي. دي كده بقى وكأنها تصحيح ثلاثي، يعني تصحيح فمراجعه فمراجعه. صحيح. كأنها تراجع الثلاث او تصححها الثلاث مرات. طب في الاسئله المتعلقه بال التابلت او متعلقه بالبابل شيت او المالتيبل تشويس، مفيش بقى تابلت. اسئله المالتيبل تشويس دي بتخش ازاي على الكمبيوتر؟ يعني ما هو في النهايه خالص الطالب اظنه بيعلم بنفسه، بيعلم بالقلم. هتخش ازاي على الكمبيوتر؟ هو متنبه عليه. بيتنبه عليه ان هو باختيار واحد بس بيظل الجامد على المكان اللي هو عايزه، لكن مثلا 1 2 3 4 هيعلم رقم 3 دايره كبيره على 3 بس، هنا الكمبيوتر بيقراها ان هو دي 3 الاجابه بتبقى صح، لو علم مرتين الاجابه بتتلغي، فهو عنده مشكله منه هو، يعني هو ضر نفسه بنفسه. انا كان سؤالي انه هي ازاي بتخش على الكمبيوتر؟ هي ورقه صح؟ هي ورقه. لما بيتم جمع بقى كل اوراق وكراسات الاجابه بتخش بقى على سكانرز ولا ايه اللي بيحصل؟ بالظبط كده. فعلا هو الجهاز متبرمج على كده. اوكي. متبرمج على كده، مر بيشوف الاضاءه بتاعه الدايره دي بتديله ان ده صح او غلط، عنده هنا رقم 3 الاجابه رقم 7 هي الصح، بالشكل ده بيبقى عنده حظ بيدي لك سكور في نفس الدقيقه، ما بياخدش وقت. ده احنا اتقدمنا قوي. الكلام ده كان فين على ايامي من 31 سنه؟ انا كان زماني عديت والله. يعني كل وقت ليه فريق، كل وقت وليه اذان زي ما بيتقال. طب اخيرا اخيرا يا دكتور، هل لا زال حتى هذه اللحظه في حاجه اسمها اعاده التصحيح؟ كان زمان يقولوا لنا لا ما بنعملش اعاده تصحيح، بنعمل اعاده رصد تاني للدرجات. هل لا زالت في العمليات دي؟ الاسئله المقاليه بيتعاد، لو قدر الله لو في شكوى او في مشكله لازم بيتعاد فني ان الاسئله، انا باخد التظلم وبعمل كل الاجراءات بتاعتي، وبعد كده ابتدي الورقه تجيلي تاني بالصوره بس مش الاصل، ويروح ولي الامر يتظلم وبيطلع له الورقه كصوره، وبعدين يقول هنا في غلط، في هنا في غلط، الولد بيرفض الحاجات اللي حاسس انها مظلوم فيها
وبعد كده تتصحح تاني فنيا ودرجات بعد كده. ده كويس جدا، كويس جدا. والغلطه بتبقى جامده جدا على المدرس اللي بيعمل ده، وممكن حرمان 5 سنين، ممكن حرمان 3 سنين وشهرين جزا، وحوار كبير يعني لو حصل لا قدر الله يعني. طب في ساعات بتحصل بقى الحاله العكسيه، انه الولد بيقول لولي امره انا زي الفل وعاوز اعمل اعاده تصحيح، لقيته حاجات زي كده واكتشفنا انه ما كانش زي الفل يعني ولا حاجه؟ اه لا طبعا بيحصل كتير، وابني نفسه ممكن عمل كده ودفعت فلوس على الفاضي، بس هو حاسس ان هو عمل صح من كتر ما هو مجهد او عنده ستريس وضغط على نفسه، هو بيحس ان هو لا انا حليت دي بس مش فاكر، فبالتالي لما بيتراجع بقول لا ده حقك والورقه قدامنا اهي ما تكذبش. اشكرك جدا يا دكتور سعاد، نورتينا وشرفتينا، شكرا جدا. دكتور سعاد صابر الخبير التربوي. لا ده انا كنت